عودة الجماهير، يعني دايما بنتكلم على عودة الجماهير يا ست اللواء، ومن ايام حضرتك برضو لما كنت موجود وبتدير سواء كمدير في التنفيذي او الفترة اللي حضرتك ادرت فيها الاتحاد الكرة. طبعا هي بيكون ليها اليات واليات مختلفة والتنسيق مع الجهات الامنية، لكن هل في اقتراحات مثلا بعدد جماهير معين؟ هل دوت هتبدأ بمباريات معينة؟ هل هي مباريات، وهل هيبدأ من بداية الدوري؟ هل ولا هتكون مع بداية الدور الثاني ولا هيكون ايه؟ وانا عارف ان حضرتك ده، انت حضرتك اولا ابن وزارة الداخلية ثم بتشغل كمان منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، وبالتالي يعني الامور بالنسبة لك هتبقى اوضح بشكل كبير فيما يخص عودة الجماهير. والله يا كابتن اسلام، يعني دي يعني اولى اهتمامي واهتمام اللجنه، واول حاجه قلت لهم ان لازم يبقى في عوده للجماهير بطريقه مقننه تنسيقا مع وزاره الداخليه. لكن لما تيجي تتكلم في الموضوع ده كابتن اسلام، لازم يكون ليها زي ما انت بتقول كده اليه. ايه اليه انك ترجع الجماهير؟ لكن صعب جدا يا كابتن اسلام الاقي في كل دول العالم جماهير، واحنا ما عندناش جماهير، وعندنا وزاره داخليه اقوى ما ممكن ان تتخيل في دول العالم. يعني احنا عندنا قيادات امنيه حاجه محترمه محترفه، وعندنا وزاره الداخليه بظباطها بافرادها بمجندينها لا قادرين على ان يامنوا، واحنا عشرنا الكلام ده وشفنا الموضوع ده. لكن عشان تتكلم لازم الاول في تنسيق مع الوزاره، وزاره الداخليه مع الدكتور اشرف صبحي، عشان احنا بدانا في نهايه وجودي في اتحاد الكوره بدخول الجماهير من طلبه الجامعات، وقلنا كل ماتش 500 وكلام من ده، وكانت كنا يعني عاملين الفكره دي مع الدكتور اشرف صبحي على اساس تبقى خطوه بالتوالي كده، ان يبقى في جمهور بعد كده 500 في 1000 في 1500 في 2000 تبدا كده. ولكن الموضوع دخلنا في كورونا وانتهى الموضوع ومشيت في اتحاد الكوره. المره دي يا كابتن اسلام هيبقى في اليه محترمه، بس قبل ما نقول الاليه هتمشي ازاي والاعداد ازاي، لازم الاول يبقى في اجتماع مع سياده اللواء محمد منصور مساعد اول وزير داخليه الامن، عشان نبدا نحط ايه اللي ممكن يتعمل في ظل الاعباء الغير طبيعيه لوزاره الداخليه، والحرص على ان احنا نكون من يعني ما يبقاش في اعباء اضافيه، لكن احنا عاوزين نمشي بالتدريج كده لحد ما ترجع الجماهير كعادتها وكأعدادها المعتادة كان في ملاعب مصر بإذن الله. طيب سيادة اللواء، هل هيكون في اجتماع مع رؤساء الأندية خلال الفترة اللي جاية؟ هل هيتم وضع مثلا لائحة معينة مختلفة لإدارة الدوري الممتاز، لتحديد طبعا التعامل مع ما بين أو تحديد العلاقة ما بين الرابطة والأندية، بجانب ان في برضه معلش هو سؤال مركب، الزمالك مثلا وهي احد الازمات اللي بتواجهها الرابطه، الزمالك دلوقتي بيواجه منع في فترتي القيد، فبالتالي هل الرابطه هيكون ليها تدخل خلال الفتره اللي جايه؟ هل هيتم التنسيق ولا الرابطه ملهاش علاقه بازمات الانديه اللي هي مع سواء الاتحاد الدولي او اتحاد الكوره؟ بص يا كابتن اسلام، اذا ما كانش في علاقه طيبه باتحاد الكوره ورئاسه اتحاد الكوره ممثله في المنصب احمد نجاد الفتره اللي جايه دي ما بين الرابطه واتحاد الكوره، يبقى انت بتحكم على 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 الرابطه بالفشل. لان لما الرابطه حصل تشكيل ليها قبل كده وحصل عدم توافق مع اتحاد الكوره نتج عنها عدم نجاح للرابطه، اللي هو الخلاف اللي كان ما بين الحاج محمود الشامي والمهندس احمد مجاه. يعني الحاج محمود الشامي طبعا انا اتشرفت ان انا كنت موجود معاه في الرابطه، لكن هو ما كانش في توافق، ما كانش في مش بتكلم على خلاف، لكن انا بتكلم النهارده ما ينفعش يا كابتن اسلام ان يبقى في الرابطه في اتجاه واتحاد الكره في اتجاه، لازم يكون في تنسيق تام. لكن الرابطه منوط بيها اداره المسابقه في اتحاد اداره المسابقه في الدوري الممتاز وحقوق الانديه. انت النهارده بتتكلم على مشاكل في القيد وكلام من ده شغل اتحاد الكوره. لكن اكيد اكيد ان الرابطه منوط بيها برضه مصالح الانديه،
لان دي اسمها رابطه الانديه. فاللي انا بكلم على حضرتك عليه تاكد ان 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 الامور، وده اللي انا قلته النهارده، لابد ان يكون العلاقه باتحاد الكوره لازم يتعرف ان في خط تواصل محترم واحترام متبادل، لان ما تقدرش تفصل اتحاد الكوره عن الرابطه والرابطه عن اتحاد الكوره. هيبقى في اجتماع مع رؤساء الانديه الفتره الجايه ولا لا؟ عقب على طول ما هنقعد يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باذن الله عشان نحدث معالم اللي هنعرضها على رؤساء الانديه، ولازم يبقى في قرار في العرض، يعني هيتعرض عشان يبقى في اختيار لشكل الدوري. شكل الدوري هل ممكن يتغير على النظام الدوري؟ يعني هل في فكره ان يبقى في مجموعتين ولا ده صعب؟ كله مطروح يا كابتن اسلام، لانك انت عندك مأزق، انك انت عندك بطوله كاس العالم، بطوله كاس امم افريقيا، بطوله كاس العرب، عندك انديه، خمس انديه مشاركه في الكونفدراليه، عندك. طب سياده اللواء، هل هيتم اقامه الدوري الموسم الجاي من مجموعتين؟ لا ومطروح يعني ما يعني كل ده هيطرح على يعني الكابتن عامر حسين بيدرس كل حاجه ممكن يتعمل. الدوري شكله ايه؟ دوري مجموعتين، دوري مجموعه واحده دور واحد، وبعدين يتقسم بعد كده 8 انديه فوق و10 انديه تحت وكلام من ده. كل ده كابتن اسلام هيتم كابتن عامر هيطرحه الاول ويعرضه على الرابطه. طيب هل قرارات الرابطه هي قرارات ملزمه للانديه ولا قرارات او ولا هي توصيات مش يعني مش ملزمه؟ لا هي ملزمه، هي ملزمه للانديه. لكن احنا مش هنعمل حاجه للانديه، مش هنمشي عكس اتجاه مع الانديه. لما بنتكلم قلنا هنعرض على الانديه، ان حريصين على ان العلاقه الرابطه بالانديه تبقى احساس ان احنا بندور على 18 نادي ومصالح ال 18 نادي. لكن احنا مش هنمشي في اتجاه والانديه في اتجاه ثاني. لكن لما نيجي نعرض بنعرض على الانديه عشان يتحس ان احنا يهمنا جدا ان الانديه تبقى هي صاحبه الاختيار شكل الدوري. لسه بتلعب كوره ولا بطلت يا سياده اللواء؟ والله انت عارف المجلس بقى وكده يا كابتن اسلام، يعني ان شاء الله نشوفك كده ان شاء الله باذن الله. سياده اللواء حبيبي ثروت سويلم، عضو رابطه المحترفين ووكيل لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشعب، قال كلام مهم جدا. فخلينا نشوف ايه اللي هي